السلام عليكم الغزالة ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. ومرحبا بكم معايا في نهار جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. عدنا نقدم لكم واحد البسبوسة بسميدة، كتجي رائعة زوينة، معمرة داخل بلاك كريم، كريم سهلة واقتصادية ما فيهاش المقادير بزاف. واهم حاجة هي انها جديدة، اكيد ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. واهم حاجة، اهم حاجة هي انها خاصها تكون مسقية ومسقية مزيان. فخليكم ان شاء الله مع المقادير والطريقة، واكيد ان شاء الله غتخليوا لي التعاليق ديالكم كيف ديما زوينة اللي بحالكم، وتشجيعات ديالكم باش هكا ما نعاودش نغيب عليكم. بالنسبة للاخوات اللي سولوا عليا فين الغيبة، ايوا ها انا بنت بوصفة جديدة ان شاء الله، وعاود جيت ظهرت معكم ان شاء الله يا ربي. فمرحبا بكم معايا مرة واحدة اخرى، وخليكم ان شاء الله مع لا فيديو. فبالنسبة للمقادير، كنحتاج هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال السميدة، السميدة ديال الحرشة يعني اللي كتلاحظوا معايا، السميدة الرقيقة اللي كنصابو بها الحرشة، يعني هي موضحة في الفيديو الأخوات المصريات اللي معرفوش شنو هي السميدة. كذلك عندي هنا كاس عنبة ديال السكر سنيدة، معلقة صغيرة عامرة بالروح ديال الفاني اللي أنا كنستعمل هذا ديما، الروح ديال الفاني كيطلق واحد النسمة رائعة. عندي جوج بيضات، وعندي هنا ماشي كاس ديال الحليب، راه عندي جوج كيسان ونص ديال الحليب، اعتذر على الفيديو ما نزلتهمش قدامي، راه حتى جيت نمونطي في الفيديو عند لقيت الغلط فين كاين. وكذلك عندي نص كاس ديال الزيت، عندي هنا خماره ديال 16 غرام، يعني غديروا جوج خمارات مغربيين، جوج خمارات ديال المغرب، هذاك الغوز يعني ديال 7 غرام. فبالنسبه للطريقه جد سهله، يمكن لكم تديروا هي كيف ما درت انا، هكا جمعت جميع النواشف خلطتهم مع بعضياتهم، يعني السكر والفالي والخماره مع السميده، وضفت عليهم الزيت تتبسبستها مزيان والبيض، واخيرهم جمعتهم مزيان بالحليب. وهنايا يمكن لكم نتوما ديروا العكس، يعني باش تسهل عليكم القضيه احسن، تطربوا البيض وتطربوا معاه السكر والحليب والزيت، وعند كتضيفوا السميده بشويه بشويه. يعني انا حاولت ندير لكم بالطريقه البازيك يعني السهله. بالنسبه للاخوات يعني اللي ما عندهمش الباتور ولا كيخدموا غير بيديهم، فانا زعما حاولت نكون معكم على طبيعتي، يعني في الدار الاغلبيه بينا كيخدموا غير بيديهم. فصافي هنا خديت المول ديالي، من بعد ما خليت اكيد هذاك الخليط ارتاح واحد ربع ساعه ديال المكانه، خديت هاد الدائره هذا، نتوما كيبقى لكم اختياري. ضفت غير النص ودرته في الفران على درجه 180 درجه الحراره، ومشيت باش نصاوب معكم لا كريم اللي غادي نحتاج فيها هنا جوج معلقات ونص ديال مايزينا، وكذلك غنحتاج جوج معلقات كبار ديال السكر سنيده، وساشي وحده ديال الالزا اللي غناخذ منها معلقه صغيره، وعندي جوج كيسان كبار عامرين ديال الحليب، يعني نص لتر ديال الحليب. وهنا عندي ثلاثه ديال المعلقات كبار ديال الجبن فيلادلفيا، اولا ديروا ثلاثه ديال الفرماجات ديال الكيري اولا اي فرماج عندكم، فهو كيجي لذيذ. المهم طريقه جد مبسطه، هنا كيف ما لاحظتوا خديت الحليب ديالي كيف قلت لكم تقريبا نص لتر ديال الحليب، ضفت عليه السكر، غنضيف عليه جوج معالق ونص ديال المايزينا، كذلك شويه من الساشي ديال الزهر اللي انا تبارك الله مجهده، هذه بالنسبه اللي كيعجبهم هذا الزهر، اللي ما كيعجبهمش يمكن له يدير قشره ديال الحامض محكوكه، يعني حتى كتعطي لوكو زوين. فصافي هنايا غنحاول نخلط كلشي، غادي نديرو مع عافيه مهيله، واكيد البنات مع التحريك باش ما تلصق لكمش الخليط من تحت وما يجيش فيها لوكو خايب. فغنبقى بشويه كيف ما لاحظتوا هنا راه عقد لي الخليط ديالي، غادي نخليه برد شويه، وغادي نضيف عليه الجبن ديالي، كذلك نصف ديال الحك ديال اليوغورت اللي لاحظتوا معايا انا استعملت غير الفاني اللي كيكون خاطر، وغادي نخلطهم مزيان 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 حتى يتجانسوا. وصافي هنايا غادي تكون البلاطه ديالي اللي دخلت الفران، فراها ديجا طابت، يعني غنجبدها نخليها شويه على برا، فهي تقريبا كتاخذ معنا ربع ساعه حتى لتلت ساعه، يعني هي كتولي برونزي كتحمر غير شي شويه، وكنجبدوها لان عند غتكمل الطياب من بعد. فصافي هنا خلطت مزيان كيف ما لاحظتوا الطبقه الاولى كيف جات، كتجي على هذا الشكل هذا. فانا هنا غندف عليها لاكريم،
من بعد ما خلطتها مزيان تاكدت بان جميع الخليط تجانس مع بعضياته، وصافي غادي ندخلها للكونجيلاتور واحد ربع ساعه حتى يشد لي مزيان هذاك لا كريم من الوسط، يعني باش من نصب عليه الطبقه الثانيه ما يتخلش ليا شي فشي. وكتجي لا كريم بعد ملي كتقطع لا طارت كيف ما العفو البسبوسه كيف ما لاحظتوها في الاول كتجي شاده راسها. فصافي هنا من بعد ما بردات كي قلت لكم عطيتها واحد 10 مينوت 10 دقائق حتى ربع ساعه، فهي شدت راسها يعني ما بقاتش سخونه. فدابا هنا واجده غنضيف عليها الخليط الثاني او ميم طون سخنت الفران على نفس درجه الحراره الاولى، فقط غنخدمهم بلا فونتيلاتور نخليهم يطيبوا على خاطرهم واحد 20 دقيقه بحال هكا. وابخي غادي نشعل عليها الفونتيلاتور تحمر، ردوا مع البال لان صراحه دغيا دغيا كتحمر وصافي. وهنا مشيت ندوز نوريكم السيرو اللي غنسقيه به، كيبقى اختياري انا درت غير كاس ديال السكر مع الماء وكيرجع لي سيرو، زدت عليه معلقه ديال الفاني حتى هو كتعطي النسمه غزاله ديال الفاني. وانتم يمكن لكم تسقيوه غير بالعصير ديال جو دورانج يعني غير ديال التين، اولا ديروا تحكوا شويه ديال الحامض ولا العصير ديال الحامض، يعني كيبقى لكم اختياري على حسب كل واحد ولوغو اللي كيبغي والطريقه اللي كيبغي. فانا هي كيف ديما كنوصل لكم الفكره وانتم كتكملوا من عندكم. فصافي هنايا في نفس الوقت واحد الحاجه مهمه، مي كنبغيو نسقيو البسبوسه كيخص ضروري ضروري تكون البسبوسه سخونه والسيغو حتى هو سخون باش كيتشربها. فانا هنا درت المقدار هكا اللي غادي نسقيها من الفوق، ولكن من بعد صراحه نبغي نبريزونتيها فدرت عاوتاني نفس المقدار ودرتها من تحت باش خليتها تشربات مزيان مزيان وهكا باش كتجي. فصافي انا هنا كتمرشت تحمرات لي شي شويه من الجناب، فمعليش عندي الفران اللي فيه المشكل. فصافي غادي نسقيها كيف قلت لكم، زدت شويه باش زدت سقيتها مزيان مزيان. وهي هنا من بعد ما وجدت معنا فانا زينتها فقط بالبيستاش كيف ما كتشوفوا، فتا هو كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم تزينوها بالكوكو اولا باللوز اولا باي حاجه عندكم، ولا تخليوها حتى هكا عاديه، فهي كتبقى على حسب الذوق ديالكم والطريقه ديال التقديم ديال كل واحد فينا. فصراحه ما خداتش معايا بزاف حتى الساعة ديال المكانه باش حضرتها، وكذلك ما بين طيابها وكل شيء لا يعني ساعة المكانه كتكون واجده، واهم حاجه هي انها كتجي لذيذه. ونتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم ولا فيديو ديال النهار هذا النهار عجبكم، وما تنسونيش كيف ديما بلي لايك وتعليق زوينه بحالكم، وتبارطاجيو لي فيديو ديالي مع لا فامي والاصدقاء ديالكم. ونقول لكم شكرا وانتظروا ان شاء الله في فيديو جديد وما نعاودش نتعطل عليكم ان شاء الله مره واحده اخرى. فرجه ممتعه.